خواتاتي وصحباتي، السلام عليكم. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي داير مع الصحه؟ كيما شفتوا معنا البنات وصحت الطلب ديالكم، نصوروا لكم لابوتيك الزوجه ديال مراكشي. كاين الجديد، كاين لي برومو ما شاء الله، اللهم بارك. فبقاو معنا ان شاء الله في هذا الفيديو. دائما تحت تشجيعاتكم، لايكاتكم، بارطاج. شكون لوكاليزاسيون ديال المراكشي؟ مغازان الزوجه ديالو كما شفتوا معايا. هنايا جامع حداده، ها هو القصريه ديال جامع حداده. هنايا فهاد الجهه هادي درب العرايسات، مراكشي هو هذا. تبارك الله عليكم خواتاتي كاملين، مرحبا بكم المغازان الزوجه ديال مراكشي. السلام عليكم. السلام عليكم. كي داير لاباس عليك؟ كي داير مع الصحه؟ جيناك اخويا عاوتاني البوتيك الزوجه، تبارك الله عليك. دوك انا في المحل الزوج ديالنا، لي موديل راهم داخلين ديال البروكار. عندك هذا ديال 49 درهم، 49 درهم البنات. شوفوا لي الموديل كيفاش داير، شوفوا بالنسبه لي كولور ديالو، راه فيه كذاك الموف مع البيج، عندك البيج توب مع الدوري، وفيه هذا الشيبي هذا التيركواز مع البيج، وهذا الطفرشه ديالو ديجا كاينه. غادي تشوفي كيفاش كيطلع. ها انتم يا خواتاتي الطفرشه كيفاش جات دايره، واعره الصراحه. كيفاش كتجي كنتخلو مع السام باش يجي سان موديل. هايا شوفوا معايا المطلاسي، المسائل والوريضه هكا في ديك الخده، المخده ها هي. تبارك الله عليك اخويا. كنبقى ندكلو شويه ديريها تحس كامله كيما هكا، ولا يديروا داك الاوني منا ومنا. هادشي اللي كاين باش ما نملوش، العين ما تملش. تبارك الله عليك. وبالنسبه للثوابات هادو راهم ليكيداسيون، الثمن ديالهم كان 120 درهم، دونك في محل مراكش رديناهم ب 60 درهم. 60 درهم فقط البنات. الكولور اللي فيهم فيهم 3 كولور، فيهم عندك هاد الكري نوار كيكون داخل مع شويه برونز، وعندك البيج كلير ديالها. تبارك الله، كاع ميناتهم زوينين البنات، وكيجيو هكا شويه بومبي كيما راكم تشوفوا هنايا، هاد الشكل هكا. وكاع عندك هاد الموديل هذا ديال الفيرزاتشي. واخا سيدي. شوفوا معايا البنات. الفيرزاتشي حتى هو راه داير ب 60 درهم فقط البنات. هو الشيبي هذا. الشيبي ديالو حتى هو زوين. دوك هادو الناس اللي كيبغيو دوك لي كولو كيكونوا شويه فرونسي، كيبان لكم هاد لي كولو. واخا هذا 59 درهم. الكاميرا ليكيداسيون. وكذا كاين شويه موديل. عندك هذا ديال الاميره البروكا، الاميره 39 درهم. يلاه البنات اللي بغات تفرش شي كليسه في الدار، ها انتم تشوفوا البنات، كاين اثمنه زوينه الصراحه. ونزيدو نكملوا معكم ان شاء الله. هذا توا كيجي مطلسي بروكا، ولا راه ثقيل هذا، يعني حاجه مزيانه وفيه اللواط، يعني ماشي هذاك اللي منفوخ ولا. ما شاء الله. بالنسبه للكولور ديالو هذا راه فيه البيج طوب مع البيج، عندك هذا الفيغ او البيج، وفيه اللون في اللون في البيج. فوالا كيفاش كيطلع. داكور السيدي. هذا موديل عاد جديد، الثمن ديالو داير 79 درهم. 79. وجو هذا الموديل تا هو عاد كيدخل جديد، داير 99 درهم. فوالا. فن خطير. هذا يجي واعر. الصراحة فن. كاين الدوري ديال البنات اللي كتعشق الدوري، ها هو. الصالون ديالك يجي زوين ما شاء الله. وكاين هاد الوين هذا، ها هو هذا. قلت لي مفرشين فيه شي حاجه؟ لا لا، ها هو اللي مفرشين فيه 79 درهم. ها هو البنات شوفوا معايا، حتى هو جايب ثلاثه ديال الوينات. هادو كاملين هادو اللي هنا كيجيو مطلاسي، ها مطلاسي، فيه الشيبي، عندك الباج طوب مع الباج، وعندك الدوري. بالنسبه للقصه ديالها كيفاش كتجي؟ هاد الشيبي هي هو هذا، هذا الباج، هذا الباج. داكور، ندخلو فيه مطلاسي كيجي موديرن في القصه. قصه زوينه ما شاء الله، ها هو شوفوا معايا كتجي معتبره. وبالنسبة للناس اللي كتبغي الموديل ديال الفيرزاتشي، جبنا لكم هذا الموديل هذا. دونك هذا كيجي مطلاسي، فيه لاوات، كيجي بومبي، وفي لي كولور اللي فيه راه فيه الدوغي بالبيج، عندك مارون بالبرونز، واو بيج بيج داكور، وعندك هذا البلو مع البيج. بالنسبة للبلسة ديالها كيفاش غاية في الجمال. من كتشوف التويب، من كتشوف التويب تقول واش يجي واش ما يجيش، ولكن ها انتم اخواتاتي، ها شوف شوف. اونباسيون بلا كولور هذا البيج. شتي اللي كاين. هو فيرساتشي. هذا الثوب الثمن ديالو دار 140 درهم، وبحال ما مثلا كليون خطا مثلا هذا الثوب ديال 60 درهم ولا 99 درهم كيحسبوا شي فشي، دونك هذا كيولي الثمن. حتى هو يولي بحال الثمن ديال الطلميط. هذا كادو ديال فاطمه الوجديه. الله يعطيك الخير اخويا، شوفوا معايا البنات التفريشه ما شاء الله، اللهم بارك، وجات غزاله. في لوينات اخرين خويا بدر؟ بالنسبه للكولور اللي فيه جايبين فيه السته ديال اللوانات اللي ديجا شفناهم، وفيه النواغ بالباج، عندك الباج بالباج، وعندك هذا البلو كغي بالباج. دونك هذوما لي كولور اللي فيه السته ديال اللوانات. مستمرين معكم البنات. وكان عندك هذا الموديل هذا، هذا عاد كيدخلنا جديد هذا.
دونك هذا لي كولور اللي فيه المارون بالباج، عندك الباج بالباج، وعندك هذا الدوري كيكون شويه فونسي بالباج، حتى ما دايروا داير 99 تبارك الله عليك. هادو كاملين راهم بروموسيون. شو البنات الحاجه اللي بغيتوها الحصر راه كاينه هنايا بروموسيون 99 درهم وحويجات لي كاليتا البنات سبن وعاود حاجه ديال تركيا الصبان كاع ما كثر ما شاء الله عليك. وكانت هذا الموديل هذا ديال البروكا 129 درهم راه كان الثمن ديالو داير 180 درهم بصح زوين خويا كيجي غليظ. المهم بالنسبه لي كولور راه فيه تيركواز مع الباج، فيه الكري مع الباج، عندك تقريبا فيه دو كولور هما لي بقاو داكشي علاش درت الثمن ديالو 129 درهم. ايه ورجع 129 البنات واخا سيدي دابا بقات قطيفه موبا ندخلوا القطيفه البنات حتى هي راه متوفره بزاف ديال لي موتيف. ها هي شوفوا معايا هذا الموديل حتى هو كيجي بالنسبه للقطيفه تاعها هذا لها بروموسيون الثمن ديالها 129 درهم اوليو ديال 140 درهم. بالنسبه لي كولور اللي فيها هذا الموديل هذا فيها البرونز عندك هذا الباج وعندك التيركواز هذا وهذا راه ديجا عندنا واحد التفرشه منها. اجي معايا باش شوفي نشوف واخا خويا هانتوما ما شاء الله. كنجيبوها كنجيبو فيها 3 بياس دونك هذا التخوازيام بياس ديالو كيكون سامبل مرشوج بالسقلي وهذا السقلي راه منسوج يعني راه داخل فيه يعني هنا حيت الصبان كاع ما تخافيش عليه تبارك الله ما شاء الله داك الشيء زوين. القطيفه بعدا كتجي واعره كتجي 100 واه في التفرشه صراحه. بالنسبه للموديل ديال القطيفه نزيدو نكملو مع قطيفه موبرا عندك هذا الموديل هذا 129 درهم حتى هو واعر بدر اخويا هذا كيجي بحال زيكزاك بحال ستيل ديال الصراحه فن. وكان الفيرزاتشي الفيرزاتشي ديال القطيفه الثمن ديالو داير 129 درهم فيه تا 3 كولور كنجيبو البلوكري عندك الباج عندك الطوب ديالو دايما 129 درهم البنات وتا هو ثمن زوين الصراحه فيه وحاجه مزيانه من ناحيه التصبا ولا كاع ما تخافيش على التصبا واخا سيدي دابا نمشيو نشوفو الطرس واخا مرحبا. وبالنسبه للناس اللي كتسول على البروكار مطلاسين طروز كيكون فات فيه الطرزه ها هو هذا الموديل هو ديال الارزاتشي دونك هذا كيجي بلا سوبليس وراه بروكار وديجا فيه الطرزه. هذا موديل عاد كيخرج جديد الثمن ديالو داير 199 درهم اوليو ديال 300 درهم. المهم لي كولور اللي فيه راه فيه الباج بالدوغي فيها التيركواز باش الشيبي بالدوغي والباج وعندك الباج بالدوغي داكشي زوين الصراحه اللهم بارك. تصبر التفرشة ديالو ها كيفاش كطلع غاية في الجمال كتجي حاجة مزيانة شتو تبارك الله ما شاء الله. وعاود لي في هذا الفيديو داك لي زاكسيسوار باش نذكروها هنا داكشي اللي كاين عجبوني الصراحة فنيونين وهادو عندهم بزاف ديال لي موتيف في هاد لي زاكسيسوار ماشي غير الزواق اللي كاينة داكشي اللي كاين. وشوفوا لي كليسة في هاد البروكار مطروز ياك واه مطلاسي مطلاسي الصراحة روعة روعة ما شاء الله. انا معاك بالنسبه للثوب ديال الصاري المطروز اللي الناس كيسولونا عليه الثمن ديالو ولا داير 219 درهم. بالنسبه للكولور اللي فيه راه فيه الباج عندك فيه الزيتي وكاين عاوتاني فيه هذا البلو هذا انتم تشوفوا الزرق ديالو زوين واه هو كيطلع واعر فن. وعندك فيه هذا الصومون فرونسي اللوينات غزالين الصراحه اللهم بارك. الثمن ديالو 219 درهم. اجي شوفي معايا واحد الصاره ديالو واخا ما شاء الله. غادي يدخلوا عليها واحد لو فيغ ياك دابا والله ناقش لها علاش دخلنا لو فيغ ناقش دابا راه عندنا فيه تيكوسه والفرماج مقاسينها بلو فيغ داكور هانتوما تشوفوا وجات حلوه ما شاء الله زوينه. وكندخلوا كما قلت لك هذا الساب ديال الشركه هذا اوليو حنا باش نديروا الساب المطلاسي كنجيبوه من الشركه ديجا داير بحال فيه ديجا موجود وراه فيه لي كولور داك كتخرج شويه موش تبارك الله عليكم. بالنسبه للمطروز هذا كنشوفوا كيفاش كيديروا له كيدخلوا واحد دي بوند هكذا كتجي ستيل بحال بوند الداري يدخلوا فيه دي بوند الداري يديروا فيه كاع هذاك لابارتي هكا وكتجي مستونيه كيبقى لي شو حنا كنديروا على شونتيو حتى كيبقى لي ما شاء الله. وبالنسبه لهذا الموديل قنبلات الموسم كيفاش كاين تبارك الله هذا الجديد هذا هذا الثمن ديالو داير 229 درهم تبارك الله سعدت اللي غادي تفرجوها. شوفوا بالنسبه لي كولور اللي فيه راه فيه الباج كيكونوا داخلين فيه لي كولور عندك فيه الوج بغيك لورونج الطوب عندك فيه هذا الفير رويال الناس اللي كيبغيو تحفه فنيه هانتوما تشوفوا يا خواتاتي بيكاسو هذا يقول لك بيكاسو اللي كاين اخويا والله العظيم الله ما شاء الله تبارك الله. وفي حتى واحد اللوين واحد اخر طوب ديالو الزرق هذا داخل فيه شويه ديال الزرق على الاخر ها
داكشي من الحوت وعندك هذاك لافط زرها مسوجه ماشي غير لاصقه الفوق لا من حتى الصابون ما تخافيش خيبه تبارك الله عليكم كتبعت لك الزوقه ديال البرباط نقص الزوقه ديال البرباط الا خرج طوندونس فهمتي كيجيو يسولونا بزاف بالنسبه لي كولور لي فيه فيه الشيبي الدوري عندك البيج بالدوري فن الفون هذا باش طوب داكشي راقي البنات حنا كنوريوكم حويجات اللي راقيه ما شاء الله والثمن راه محكوك البنات ليكم نتوما ان شاء الله بروموسيون وصغلوا الفرصه والناس اللي كتبغي شويه ديال الارتيزان جمع لكم هذا الموديل هذا دونك هذا كيكون فيه شويه هذا الموتيف هذا ديال الارتيزان واه جاي بحال الارتيزان كيجي شويه باللي الثمن ديالو دائما 219 دائما حنا معاكم البنات وكاين المطلسي في الطرزه هذا للناس اللي ما يبغوش الموزون داك الموزون ما يبغيش كيديرونجيهم هذا 100% طرزه ما فيهش كاع الموزون لا من ناحيه التلميط ولا المخده وبالنسبه لي كولور اللي فيه راه فيه الباج فيه الشيبي فيه الباج طوب الثمن ديالو 199 درهم وراه ديجا نط فراشه منه اجي تشوف كيفاش طلع بالنسبه للكليسه ديالو كطرح حضرتك دونك هذه في الباج طوب كليسه ملكيه البنات شوفوا معايا ها هو هادو الناس اللي قالك لي ما كيبغيوش المطروز الموزون لا في الخديه ولا في الطلميط ياك بدر وهنايا درت لهم هذا المطلسي بهذا الشكل هكا حنا خيطنا مطلسي دائما لي بيتي كوسان فيهم داك الاكسسوارا داكشي فن ما شاء الله اللهم بارك هادو كاملين بروموسيون دايرين 199 درهم راه فيهم لي كولور فيهم البيج البلو عندك البيج طوب تبارك الله عليك وكان عندك هذا ديال الفيرزاتشي راه فيه البيج رويال عندك البيج طوب عندك البيج كلاخ حتى هو زوين الصراحه وكاملهم هنا هذين بروموسيون صراحه كلهم زوينين وحيرتونا واش اختاروا البنات روحوا هنا باش تشوفوا بعينكم لان الفيديو راه ما عطيش حق التصوير يعني ما عطيش حق التلميط اللوينات ما راهش واصلكم كما حنا شايفينهم في الحقيقه وبالنسبه للتوابل ديال الطرز اللي عندنا لهم ليكيداسيون ليكيداسيون زعما شنو هي كنقصد بليكيداسيون حتى كيبقى لنا فيهم غير لون متراج قليل مثلا متراج قليل وكيبقى لنا مثلا دي فوا الشركه كتجيب لنا ثلاثه ديال اللوانات كيبقى لنا فيهم غير لون كنقصد ليكيداسيون بالنسبه للتوابل ديال ليكيداسيون في الطرز عندك هاد الثوب هذا نورمالمون حتى هو يدير 199 خويا بدر يمكن ولكن من هذا رديناه 99 درهم هذا الموديل هذا الموديل حنا كنا بيعوه ب 300 درهم راه بحال المطا بحال مثلا الناس اللي عندهم واحد ال صغيره ولا يستلموا الفرصه لاقش الثمن ديالو هذا 99 درهم داكشي اللي كان عندك هذا الموديل هذا يلا البنات هادو هويتات اللي خصكم تستافدوا منهم ما شاء الله ما بقاش تاكر وهذاك السامبل ديالهم راه هنايا كاين شوفوا معايا شوفوا 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 ما شاء الله ديال لي فوتوي وهاد الاوني هكا اونتيتاش حنا داخلين معكم الفوق ان شاء الله وعندهم هنايا لي فوتوي لي كانابي الحاجه اللي بغيتوها راه موجوده هنايا اللهم بارك بالنسبه للناس اللي ما عارفينش انا كنخدموا حتى لي كانابي انا لي بابيسي ديالنا هادو نوريك لي موديل اللي كاينين خاصك تبان الكاب دي طون كيطلع هادو حاجه مزيانه هادو يعني لا من ناحيه البونج ولا الثوب ولا اللوح اللي كيصاوبوا به راه ماشي بداك اللوح ديال الصنادق ولا يعني شي حاجه يعني مخدومه شي حاجه ديال المعمل داكشي اللي كاين اسيدي الكارونتي ديالها هاد لي موديل هادو ها هو شوفوا معايا كيفاش كيجي يعني هانتوما البنات ندخلي لكم عليها واحد اللميسه هكا بلديه هانتوما تشوفوا غير نصور بدر خويا غير نصور ياك صوري مع راسك ها هو باش هما ياخذوا فكره بالنسبه للموديل الجديد اللي خارجين في لي كانابي عندك هذا بحال هكذا وهذا بالنسبه للثوب وهذا الموديل ديالو اونتي تاش حنا ديجا صورناه في الفيديو الاول باش تاخذوا فكره هنا غنولي نوريكم الكولور ديالو داكشي اللي كاين هو هذا يمكن اللي رحنا هو الباج طوب هو هذا رحنا مصور مخدمين به الكليسه ديالنا في كانابي داكشي غايه في الجمال خوتي خواتاتي العبار اللي بغيتوه مرحبا والف مرحبا والتويبات راهم هنايا واللي ما كاينش راهم هنايا الناس ديال مراكش يجيبوا لكم الحاجه اللي بغيتوها ما شاء الله شوفوا لي هذا عاوتاني هذا التويب هذا كيجي بحال الا محبب شويه ها هو شوفوا الكليسه وبالنسبه للكولور ديال هذا الثوب هذا انا ديجا غادي واه داكشي اللي كاين ها شوفوا معايا ديال لوندغ هذا شفتوا رائعه رائعه تبارك الله شويه لي ريدو خويا بالنسبه للحجوب الناس اللي كتسنى على الحجوب راه عندنا كاع لي موديل ديال الحجوب لا من ناحيه الرومي ولا المطروزه دابا نبداو بالرومي وانا كيفاش كاين الناس اللي كتبغي شي زواقه تكون شويه خاويه ماشي شارجي حاجه واش جبنا دونك جبنا لكم هاد الموديلات هادو هادو كاملين فيهم لي كود الجديد الجديد خواتاتي كيجيو في صالون سيجو كيجيو الناس اللي ما كتبغيش حاجه شارجي اه
تجي يجي الريضو حلو. تبارك الله تبارك الله، بزاف لي موتيف، اللهم بارك. قال المهم الحاجه اللي بغيتو راه كاينه هنايا. بغاك كيما تكونش انت هنايا يكون هنايا غير زيد نصورك. تبارك الله عليك، كي داير لاباس عليك؟ مي غادي تجيو غادي تلقاو الاخ هنايا وتلقاو عاوتاني الناس ديال مراكشي، كاين الجروب ديالهم يعني تقدروا ما تلقاوش بدر كاملين واحد، داكشي اللي كاين كلشي راهم ولاد مراكشي، داكشي اللي كاين. واخا كاين لولا حتى هو، هادو اللي كيكونوا ديجا في الموتيف كيكون فيهم السقلي، هادو كنديرهم في قصه كنابي ولا كنديرهم مثلا في ليستور باطو ولا الوايف ولا دونك، هادو كيجيو. والناس كيسولوا بزاف على هاد الثواب هادو ديال لولا بالسقلي، يعني حاجه مزيانه. بزاف ديال الزواقات حنايا باش الفيديو باش ما يجيش طويل بزاف. واه المهم الموديلات اللي بغيتوها راه كاينه، مطروز صالون بلدي ها هو كيجي بحال هكذا، وديك القطيفه في الوس وديك تنبات ها هو في الدوغي ديالو، كيجي شويه خاوي بزاف لي موديل. قولي الحصه اللي بغينا نوريهم راه خص داكشي اللي كاين شي ساعه هكا، وحنا غير كنصورو نفوت عليهم كاملين. وطبعا الحاجه اللي بغيتوها سوا هاد لولان بحال هكا، سوا راه في بزاف النوع، فيه السان، فيه البوكليت، فيه المحبب، فيه اللي فات، فيه السقلي، عندك هاد الدوب الريدو كيجي بحال هكا، هادو عندك، هادو كيجي شويه موديل زوين زوين. عندك هاد لي موديل، الناس اللي كتبغي حاجه في الشارجي هادو الشارجي داكشي اللي كاين، حاجه سامبل كتكون خاويه بحال هكذا. تبارك الله عليكم البنات، ونقول لهم غير اللي ما شافش معنا الفيديو اللي فات غادي نخليه لكم في اول تعليق ديال لابوتيك الاولى، اللي ما شافش معنا الفيديو راه كاينين موديلات اللي ما كاينينش هنا، يعني اللي ما كاينينش هنا يشوفوهم. راه المحل الاخر وهذا المحل راه لي موديل ماشي كيف كيحرصوا انهم كل بوتيك يحطوا فيه موديل داكشي اللي كاين. هذا الساطا ولا هذا الساطا؟ الناس كتسول على الساطا. الساطا راه هكا، وهذا راه ديال تركيا، راه حاجه مزيانه. سوا السامبل وهذا اللي كيكون فيه موتيف بحال هذا الشكل هكا ولا هكا. كيكون مورد. تبارك الله عليك خويا بدر. وصلنا للنهايه ديال الفيديو؟ وصلنا لنهايه الفيديو، مرحبا بكم. الله يكبر بك بدر. فاطمه الوجديه مرحبا بكم. الله يعطيك الخير. وكما قلنا لكم اللي فرج علينا صاله بالطرز غادي نهديوه سيجور ديال ثلاثه ديال السدادر وسته ديال المخاض غراتوي. وفاطمه غادي توريكم التيسيات اللي نديرو، غادي نحطو لكم هنا في الفيديو البنات، اختاروا اللي بغيتو مرحبا بكم. يلا هاد البروموسيون هادي ما تلقاوهاش حتى عند شي واحد من غير المراكشي. تبارك الله عليكم كاملين خواتاتي وخوتي، شكرا لكم على حسن المتابعه، ديرولنا بزاف ديال لايك بارطاج واشتراك، مرحبا والف مرحبا. شكرا لبدر على قال لي راني عطست، شكرا وسمح لنا خويا بدر. الله يسر لك، بارك الله فيك.